تسوي لنا شيء نشربه زكي؟ حاضر انا بكتبك بعيوني، اعمل لي شاي قهوه مس كافيه بني بس. ادي 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 قاعدين ومبسوطين ومروقين، هلا بنشرب وبنروق. شفي 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 تفضل شفي 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 يا سلام يا سلام. لا لا والله شيء ما عليك، قولي بالك ما بدك انت كل هالبول بدك. وانت لك وانت ما لك مستحي على شهادتك. ما بدي وقفة هجومي. ولك انا خطابه الجاليه في البوحه. طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم، طولوا بالكم، تعما طولوا بالكم، طولوا بالكم. الله لا يسامحك يا خطابه الرجال، ما لقيتي غيره، ماله محرس كله على بعضه. على شو بدي افهم؟ على شو؟ على شو ذبحتيه؟ على شو ذبحتيه؟ حرام عليك ذبحتيه. هيك رايك تقبرني؟ تعالوا تفهم. ليه؟ 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 رجلي دخيل الله. أنا بورجيك يا طيفور الزفت. أنا تجوزنا لنن ستير، كانت باطلة ومحولة هالجوازي. بس حسابك عندي يا خطافة الرجال يا شوحة يا أم درويش. لك الله يرحم اللي مثله وصدق يلي قال، ما بتجيك الرفسة إلا من التور الصغير. يا سيدي قال الجمل اطلع مشان يشوف حردبته، وقع كسر رقبته. لك آخ آخ شو بدي أقول، قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. لك ياما تحت السواهي دواهي، اتفي عليك واحد ما بتستحي. كراسولا حاجة تمثل امتال بطعمة وبلا طعمة، يلي فينا بكفينا خراس. يا أمي سألوه قالوا له شو اللي جبرك على المر؟ قال لهم اللي أمر منه. لك يا حيوانة الصداقة فيك، بس مو أنت السبب، لأنه التلم الأعوج من التور الكبير. يا بابور قولي رايح على فين؟ يا بابور قولي بتشحور ليه؟ شو يلي صار؟ لك شو يلي صار؟ أنا بحلم ولا بعلم؟ كانت باطلة ومحولة هاي شغلة الوجوه الجديدة. بعدين شو يلي جاب أم زكي وأم درويش بنفس اللحظة؟ لا شغلة فيها إنا. يا بابور قولي قولي رايح على فين؟ يا أخي الموز مع العسل شغلة نفيسة، هاي أول مرة بجربها. يا سيدي لا 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 مسكين يا ابو زي، بتصدق كل ما اطلع عليك هيك قلبي بيتقطع من جوا. ولك الله يكون في عونك، معقول يتشتب تموز والمية تغلي بالكوز؟ برد ورعد وثلج وريح، الدنيا برا مجنونه. لك وحسفي عليك يا ابو زيك، روح الله يكون في عونك روح. انت ما في بقلبك شفاء، ما في بقلبك رحمة. حن علي الله يحن عليك. طب هات لك شقفة موزة، بس هيك شقفة صغيرة.
ما بدك بلا ماشي يا ابو الدراويش. فهمنا مرتي وتخليت عني وحماتي كل الناس بتعرف انه قلبها قاسي. دير بالك علي، ما في غيرك بينقذني. فكني فكني الله لا يفكك مني، فكني. نأجيت علي يا ابو الزيك، انا موني عيني اني فكك، بس الايد بصيره والعين قصيره اخي. الصبر مفتاح الفراج. دخيلك ابو الدراويش دخيلك، خشبت خشبت من البرد. يا ما قلت لك ما كنت تسمع مني اخي، خشب الشوح ما بيلوح. انا قد بساطك انت مد رجليك. ولا انت من امبارح لليوم ما فات لسانك لحلقك، ها لسه ما في الا بتمثل لي امثال شي كان وشي ما كان مثل النواحات. طولي بالك عم اسلي زكي. شوفوا لا انا واصلة معي لهون، ها لراس مناخيري، ومن قلع برات البيت احسن ما والله ورجيك نجوم الظهر. هلا وين بدي انقلع هلا برات البيت؟ خلاص ولا جائرني. وانت انت ولك اخ اخ منكم اخ. يلا يلا حمين حالك انت الثاني وانقلع برات البيت. طولي بالك يا امي. خلاص انت ما دخلك. ليش عم تفكي؟ بدي فكه. يلا يلا ولا يلا نقلع برات البيت، ما لك عندي نسوان انت. يلا برات البيت امشي تحرك. يلا روح انقلع. يلا حرك انت. يلا ايه انت لك شو عم تسوي وايه؟ بس احكي كلمه. يخرب بيتك قلت لك ما لك عندي نسوان. يلا يلا ولا يلا يلا برا انت وياه. طولي بالك يلا طولي بالك. اضرب منك الحسوه. يا سيدي خلينا بالشغل، الحكي الفاضي ما بيطعمي خبز هالايام. خلينا بشغلنا مثل ما قلت. قلي رحت على التلفزيون وجبت لي النص؟ جبت نسخه جديده لانه نسخه امبارحه الله لا يدريك شو صار فيها. تتذكر لا تنعم. لا جيب سيره امبارحه، نحن اولاد اليوم. ها في شيء ملاحظات على النص؟ يعني هو في شويه ملاحظات بدها شوية تعديل. شو هي الملاحظات اللي اياها؟ بس على اذنك افتح الباب استاذ. لحظه لا لا افتح الباب. بجوز يكونوا نسواني لانه نسوانك. لا ولي انا ما دخلني. مين؟ درويش وزكي. الله لك يا جابر. صباح الخير صباح الخير. تشرف عمي ابو الدرويش. وينك درويش؟ هي شوف جابكم لهون، شلون جاي لهون تعملوا؟ اه طول بالك يا معلم، طيفور هيك بتستعملنا؟ انا عفوا تريك ايدي. لك نحن جايين ومقبلين على الحياة مشرقين يا اخي، بتكسر مقاديفنا. نحن ما عاد تملنا مقاديف. هلا انت صحيح اكلت قتله، نحن كمان اكلنا قتله. ليكو هذا الرجل من امبارح مربوط بالشجره، لو ما اجي انا فكه ما انفك. بعطل لك شغلك هون بالشركه، هذا مدير. بعدين نحن هذا مصلحه الشركه نحن بتهمنا. شغله بنيناها نحن طوبه ورا طوبه، تنهد هيك بلحظه ندم يا رجل. شو عم تحكي؟ ما بصير اللي ما بيندم ما بيسلم يا معلم. استاذ المخرج اذا بتريد احكي لك كلمه، نحن مظلومين صدقني. انا برايي يا استاذ طيفور انه الشباب ما عليهم حق بنوب والحق كله على النسوان. ها شفت؟ يا عيني عليك يا عيني عليك. سمح سمح تشرف ابو الدرويش. شرف اخي لا تشرفكم. روح انت وياه تضرب منك له. تفضل على شغلنا نحن كمان. شريف شريف. إذا برواشي مو موجود وين بده يكون؟ وين راح؟ واضح واضح استاذ، يعني في عندك أي إشكال أنت؟ لا لا واضح واضح، بس هدول شو هدول؟ هدول أجور دراميين بما فيهم الستارز استاذ. أيوة أيوة أيوة. وهدول أجور تفصيلية للقصة الفني بما فيهم المونتير والماكير والسكريبت استاذ. وهي أجور نفقات إنتاجية بما فيهم اللوكيشنات وإكسسوارات وأشرطة ديجيتال وإس بي وبيت كام. أوكي استاذ. أوكي 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 ماشي الحال، بس بدي أفهم الحباشات هي يعني قديش بتكلف؟ يعني بدك تقول يعني يا أستاذ طيفور الحباشات يعني بتكلف من 4 مليون 5 مليون، يعني فوق 10% تحت 10% يعني مو مشكلة. شو الحكي هذا؟
6 مليون بدها تكلف. طبعا 6 مليون يا استاذ، حسوب عندك، حسوب على ايدك. بطل العمل 400,000، ها؟ شخصيتين رئيسيات كل واحد 300,000، هي مليون ليرة لا أكلنا ولا شربنا استاذ. شو هالحكي هاد؟ أنا بطل هادي اللي بده ياخذ 600,000 مدري 400,000 مدري 800,000، شو عم يعمل؟ فوق ما عم نشغله نحن بالتلفزيون وياكل ويشرب وينبسط على حسابنا؟ معقولة؟ أحلى قهوة لأحلى فنانياً. ولا درويش؟ فهمني لشوف، تشتغل هذا المسلسل كله أنت ب 5,000 ورقة ولا لا؟ من عيني هي قبل هي يا معلم طيفور، بس ادني انا بمثل ابوه كمان، بس يعني شغلت 5,000 ورقه قليل، انا ما برضى اقل من 5,200 لانه هذا بوليسي، هذا مترو بيجي اغلى من العادي. استاذ انت شو عم تخبص؟ ولا زكي سلام. نعم معلم. بدي احكي معك كلمتين وفهم مني تمام. اذا اعطيتك بطوله هالمسلسل هذا اللي بدنا نشتغله نحن وعطيتك 2,500 ورقة اجرته، بتقبل اسوة بدرويش؟ بدي شاور علي. روح تضرب انت وعقلك تضرب لك بهالموديل. خلص لا تعصب، موافق، خلص موافق. خد هاي القلم وقع لي هون جنب اسمك. يلا حاضر. شو اسطنبة من شان ابصل. ليش ما بتعرف توقع؟ بلا بعرف وقع، بركي حدا زور توقيعي. ايوه بعدين هاي الصطنبة بتضل معي معلم، لأنه بركي إجاني هيك عقد طايش. بلا بده يجيك إن شاء الله. خود هاي القلم ووقع أنت جنب اسمك هون. تعال لحظة شوي زكي، عيرني الصطنبة. اي حاضر. مشان بدي أختم أنا. كمان أنت بتختم معك الصطنبة؟ لا مو صطنبة، هذا ختم كاتب عليه اسمي الفني. إذا بتلاحظ درويش كابور، يعني أسوة بشامي كابور. شو أحسن مني يا؟ لا منين أحسن منك يا حسرة؟ هاي ختمي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله عقبال مسلسلات تاريخية، وإن شاء الله يا معلم طيفور بتربح فيه بجائزة المرهجان تبع نوبل. إيه روح روح نوشي، روح أنت وياه. روح يا حبيبي يا حبيبي، لكن زاد الابطال مسلسلي تشرشحنا. يا استاذ انت شو بيهمك من هالموضوع؟ خلاص اطلب لبن العصفور بيصلك، ما عم تاخذ كل مصاريك، شو ما طلبت عم يجي عندك. خلاص اتركنا احنا نشتغل شغلنا. شيء حسبي الله ونعم الوكيل. لك ما تردوا على التليفون. حسبي الله ونعم الوكيل. طول بالك، لا تعصب مشان صحتك. أهلين طلت أم زكية؟ مين؟ المعلم طيفور؟ لا مو موجود، مو هون هو. لا من تاريخ قتلة مبارح ما بين له أثر، مدري وين قاطيت. أنا جيت لهون على الشركة عم أدور عليهم، أصلاً كل البلاء كل اللي صار من ورا راسهم. مزبوط؟ إيه لا مزبوط، معك حق، بهي معك حق، لأنه المعلم طيفور إنسان غليظ وفاشل. لك مو الحق عليه، الحق على أمي اللي رضيت تتجوزه. أنا ما كنت مرضى من ناحيتي ولا رضيت، بس شو بدنا نعمل هذا اللي صار؟ كم وأكلنا؟ أي أخ لا ما في شيء، مو من شدة ألمي عم أصرخ وحزني، أنا حزنان كتير طنط أم زكي. خلص ولا يهمك، أنا بدور لك عليه بنفسي وبشوفه. خلص أنت لا تهتمي بالموضوع، أنا بتصل فيكي. الله معك، مع السلامة. ليش عم تعبني؟ مين مسلطك علي انت؟ مين مسلطك علي؟ ليش ترد على التليفون؟ ليش؟ احكي ليش؟ نومة اهل الكهف ان شاء الله. اهلين معلم طيفور، اهلين. اتعلم العصي على جنابك، ليش ما رديت على التليفون؟ اني تليفون. انو تليفون؟ تليفون الشركة. اني الشركة. شو؟ شفت بعينك؟ شوف اتاكد منها، هذا خرج يكون مدير. منيح ما رد على التليفون، كان فضحك فضيحه بجلاجل. هلا طمني استاذ طيفور، يعني انت موافق على الميزانيه؟ هلا وقتك انت الثاني. موافق يا عمي، موافق، اشهدوا علي اني موافق. امي صراحه انت كل شيء عملتيه غلط بغلط. نعم نعم نعم، شو امرتي ست الحسن؟ امي ما خليتي ولا رجال بهالبيت. بالله دخيلك، ليش هدول الرجال هدول؟ شوفي امي، جوزك وانت حرة فيه، وابنك انت حرة فيه، بس جوزي ما حدا حر فيه غيري انا. يعني هلا اذا تجوز علي شو بصير بحالتي امي؟ انا شو بصير بحالتي؟ يعني شو بتريدي اعمل لك؟ شو بدك؟ تلاقي لنا حل لهي المشكله. ما في غير هالموصوف الرقبه.
شوفوا لا زكية، ليك حارتنا ضيقة ومنعرف بعض. أنا ما بيتآمر علي غير المعلم طيفور، فهمت ولا لا؟ هو الوحيد المسؤول عني. رح 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 البوفة اعمل لي كاس شاي. رح بدك تساوي شاي روح لحالك ساوي شاي، فشرت أنا ساوي لك شيء. ولاد الويش معي عم تحكي هذا الحكي؟ ايه ماشي، اذا ما بتفسد للمعلم طيفور عن كل شيء ما بيكون اسمي ابو الزيك. ايدك وما تعطيك ليك المعلم طيفور. ماشي حلو ما هيك؟ كثير ظريف معلم طيفور. شو بك يا معلم طيفور؟ ايه شو في؟ هذا الدرويش تهجم علي وبهدلني. ليه شو قلت له انت؟ ما قلت له ولا شيء، قلت له روح اعمل لي كاس شاي. ايه شو في يا هاي؟ ما في شيء، بس على طول حاطط نقره من نقره وعم يبهدلني. بسيطة هلا بتفاهم انا وياه، هو هون درويش؟ تعال ولا؟ تعال تعال لهون. معلمي ناديت لي اياه؟ ايه ناديت لك. ليش هيك عم تعمل معه؟ وين قاعد انت بالبيت شي؟ لا مو بالبيت معلم طيفور، انا قاعد هون بشركة تمثيل فني. شفت شلون؟ هي قلتها بعظمة لسانك، هذا مدير مكتبي، ليش عم تخانق انت وياه وتتهجم عليه؟ ولك هذا مدير مكتب، بتعرف شو يعني مدير مكتبي انا شخصيا؟ شو يعني معلم؟ ما بتعرف ما هيك؟ هذا الكل بالكل بالشركة، هذا حامل اسراري ومسير اعمالي، انا هو وهو انا. حاضر استاذ طيفور، هو انت وانت انا، هو انا فانت هو هو انت. فهمت هلا ما؟ نعم ماشي الحال، اوعك تغلط معه ترى بورجيك نجوم الظهر. ها لا خلاص ما بقيت اغلط معه. يلا روح على شغلك. حاضر. روح استاذ طيفور، بدك شيء مني؟ دققت لي الاوراق اللي اعطيتك اياهم؟ لا لسه ما دقدقتهم، يعني هلا بعد ما دقدقهم انا جيب لك اياهم تدقدقهم انت؟ لا 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 ما حدا يدقدق شيء على دقدقتي، انا بدقدقهم وبعطيك اياهم، بدقدقهم وبترجع لي اياهم حتى تدقدقهم، فهمت ولا؟ فهمان استاذ. يلا روح. يلا بالاذن. الحوار كثير جميل وحلو هون. الحمد لله الحمد لله. هاي آخرتك يا درويش، أخص عليك يا معلم طيفور. هلأ ذكي صار أحسن مني، صار أنت هو وهو أنت. معليش إذا ما بخليك تصير أنت هو وهو أنت ما بيكون اسمي درويش. اقرب بصدر ايي لساني. رجلك زكي معي تاك شويه بالله في التنظيف حلو. كمان هي تعال نظف فوق راسي كمان. اخي هي شغلتنا نحن هون بدنا ننظف. لك حاجت بس بقى فوق راسي، حاجت بس صرعتني ها من غير شي واصله معي لهون. لك بدي دقدق هالوراق وما عم لاقي الشاكوش. بدك جاكوش؟ ما لقيته. مشان ايش الجاكوش؟ بدك دقدق الوراق. اخي هي خرازه وهي بخاشه قدام عينك، خرزهم وبخشهم والكحل احسن من العمام سيق. قلت لك شاك ما بتعرف تدبر حالك. شو امي شايفك جاي من هون؟ ليش ما جيتي مع الباب؟ لك امي مو وقتها هلا، اسرع تقبر قلبي يا درويش. اختك بدريه على قد ما عم تبكي والله راح يطقوا عيونها، هيك صارت كل عين معيونها. اختي بدريه عم تبكي ليه؟ خايفه يقوم جوزها يطلقها ويتجوز عليها ويتركها. خايفه على زكي؟ ابن ناقص منه، هذا بينبكى عليه ما بينبكى من شانه. تخيلي يا امي قال عم يدور على الجاكوش مشان يدقدق الاوراق والخرازه والبخاشه قدام عينه. لا حول ولا قوه الا بالله. هلا وقت خرازه وبخاشه عم اقول لك اختك عم تبكي راح يطقوا عيونها من البكي. شو بقدر بخدمك يعني؟ امي يا درويش الله يرضى عليك تقبرني والله ما لنا غيرك. ما في غيرك انت ترجع سهرك على البيت. بس وينك؟ اوعك تخليه يعرف انه نحن قلنا لك شيء منوب. ها خلص ولا يهمك برجعه. ايه روحي انت. تعال تعال قلها. شو لسه في موضوع بدي احكي معك عن طيفور. شو هو هذا يا امي؟ ايوه هذا الحوار السويدعي. يا قليل المروه ليش نايم على السجاده؟ على السجاده قوم مغلقح بتختك.
شو قعدك هو؟ لك شو القروشة هي ولا؟ شو هاد؟ شو عم تعمل؟ هي؟ استاذ ما لقيت الشاكوش منشان دقدق الورق، دبرت حالي بهدول والكحل احسن من العمى. الله لا يعطيك عافية، هيك بخوشت لي الميزانية. قولي عليك، قولي عليك، على اللي وظفك عنده، قولي عليك. ماشي الحال أمي، قولي موضوع زكي منتهي، أما بالنسبة للمعلم طيفور هلأ منشوف شو الله بيسر معنا. انتي روحي سبقينا على البيت وحضرينا عشاء مفتخر على 24. أنا إذا ما بخلي لك إياه يجي يعتذر منك ويبس لك إيدك وش وقفة ما بيكون اسمي درويش خيال البوادي والصحارة والقفار. روح ربي لا يحرمني من هالوش الحلو، الله يخلي لي إياك تقبرني. ولا يهمك أمي، روحي تيسري انتي، روحي روحي. حاضرة. ولا لا انت موضوعك منتهي، قلت لي الكحل احسن من العمى، كحلني بقتلك غير شكل تستاهل. لانك ليش منقوح السجاده ومنام بتختك معلم طيفور؟ شبك انت التاني؟ شوفي خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح يا اخي. احكي واصله معي لهون. ها اذا في مجال انا واخي ابو الزيك ننام هون اليوم بالشركه. ليش ما عندكم بيوت؟ عنا بيوت بس امي اليوم قلعتنا انا وزكي وقالت لنا اذا بترجعوا على البيت بدي اكسر لكم رجليكم، هيك قالت. بس اليوم بس معليش. شكرا كثير لك معلم طيفور، نحن مالنا غيرك انت والشركه. معلم طيفور في شيء ثاني؟ لا ما في، بس هو في يعني بصراحه في شيء ما بينحكى بس بدي احكي انا. قول احكي. الوالده قالت لي قبل ما اجي اليوم قل له للمعلم طيفور خلي يبعت لي ورقه الطلاق ولا ينسى بده يدفع المتاخر على دوز بارا ورجله فوق هي مستحي اقولها يعني هي هيك قالت. ايوه هيك وصلت معكم للطلاق؟ لا تخاف معلم طيفور انا كنت وراك مثل السيف، فورا قلت لها بالحرف الواحد المعلم طيفور منا وفينا، ويله يلي عادينا، ويله اللي يتحدى، ويله. ايه وشو النتيجة بعد الخطبة؟ ردت علي وقالت لي بالحرف الواحد قل للمعلم طيفور لازم يعتذر ويبس لي ايدي وشه وقفا قبل ما يجي على البيت، وقل له لا يحلم يجي على البيت قبل ما يعتذر. بسيطة، بنروح بنعتذر مو مشكلة. ايه بس استاذ طيفور مو بس اعتذار يعني بوسة ايد وشه وقفا كمان. هيك هلا وقفت على بوست الايد، تعال اتصل فيها بالتليفون وقول لها المسا جاي لعندك. حاضر معلمي. مالي خايفه يا بدريه الا اخوك يتحرش بطيفور مثل هديك الليله. لا امي ما بظن انه درويش يعيدها. حاجه بقى لك بنتي، درويش ما بتعرفي راسه من رجليه، ساعات بتشوفيه ما في احلى منه وساعات يا لطيف. ولا يهمك حبيبتي انا بحكي لك مع درويش. شوفي بدريه إذا أخوكي بده يعمل لي مشاكل مع طيفور بنغص علي حياتي بحمل حالي وبمشي ما بخليكم تعرفوا ويني، أنا مو ناقصني وجع راس عم فهمك. والله يسامحك يا أمي لهالدرجة؟ إيه لهالدرجة. يا بنتي أنا ربيتكم وأنتوا صغار وتعبت عليكم وكنت خاف عليكم من كل شيء، حتى من شانكم ما رضيت أتجوز، وهلأ لما شفتكم قدامي كبار وحلوين بعيوني هيك والله بعت لي هالرجال المنيح بدكم تنغصوا علي عيشتي. أعوذ بالله أمي شو عم تحكي أنتي؟ أصلا نحنا ما صدقنا إمتى المي هيك رجعت لمجريها أنتي وعمو طيفور. الله يرضى عليكي. غريبة لا بالشركة موجود ولا بالورشة موجود، وين بده يكون؟ لا 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 حضرت ابي حضر معك الفواكه والشنق ليش حلو ليش
ويا محلات يا طيفور وانت عم تشطف بيدك البربي يا شيخ يا طيفور يا منظف يا مهفهف حلو يا ملمع بالبوليش يا اعز حبابنا ويا ميجانا ويا يا ابو الزيب لك هاي هي الاجوائيات اللي بخلي الواحد يفرفش وينعنش لك لعيونك لك ابو الدراويش خد وعد مني بكره بس تتجوز بعرسك بدي ضل غني وارقص وعيط للصبح حتى لو انبح صوتي لك من تمك لباب السماء ان شاء الله ما بيروح صوتك يلا معلم طيفور قوم اعمل لك فتله لشوف يلا فرفش لك وارقص لك شويه يلا خلاص ابو الدراويش انا ما بيطلع بايدي هالشغله بلاها نفها بقى شوف طيفور ترى بزعل منك ها وبتعرف اذا زعلت انا بنزعلكم مساكم كلياتكم احكي لك كلمه اميه لا خلاص اذا بدك تنزعلنا مسانا بلاها ولو درويش شو رايك ام درويش قومي قومي خلينا نرقص لنا شوي يلا طيب صباح حلوة تضلي ساكتة بهالمناسبة السعيدة يلا تعي بالدورة يلا بدرية يا جماعة أنا عايم شوف مين مين بده يجي هالوقت يا لطيف أم ذكي مثل ما متوقع مين أنا أم ذكي بتاع يلا طنط أم ذكي دقيقة هلا بفتح لك بس لحتى ألبس أوعي طبطبوا يا شباب طبطبوا خير امي شوفي مصيبه من في على الباب اللي مصيبه واقفه على الباب يا معلم طيفور امزكي واقفه حامله سلاح الله يسترنا وري امزكي لازم نتخبى ندبر حالنا روح لا تردوا عليها تروح تنلها على بيتها لك شو الحكي امي مو معقول احكم جاينا مع سلاح والله ما ناقصنا قتله وجرحى كمان نحن وري دخلكم بدريه خلينا ننفض بريش خلينا ننفض وين بدك تنفض وين بدك تروح عم بقول لك واقفه على الباب شو ما بتضل انت امي نعم هيك فوتي خدي بدريه فوتي على غرفة زكي وقفلوا الباب منيح درويش قل لي انا وين بدي اتخبى معلم طيفور ليش هيك عم ترجف ورجليك عم تلف تحت منا فوت اتخبى تحت الطاوله يلا لا شو طاوله رايح اتخبى بالاوضه بشي اوضه بقعد اوعك تتخبى بالغرف قال بدها تفتش كل الغرف وعينها محمره وبدها تقتل قتيل هيك حسيت انا فوت على الطاوله يلا تحت الطاوله امري لله ساعدني يلا زين ارفع لك زين فوت لا تبين حالك لا تبين حالك انا وين بدي اروح لك جسدك واقف عمال مثل عمك طيفور يلا زين زين هذا هو اوعى حدا يتحرك او يسعل ها ايوه انا رايح افتح هاد الزفت تفر بدي اتجوز علي قولي بالي خلينا نفهم شو القصة بعدني هيك شايفة طنط مزكي مقفول الباب كل الباب مقفلين ما عنا حدا طيب اللي وينه وين مين هدول لك هذا طيفور الزبد سيد قشطة وامك الشوعة خطافة رجال دارت كل الدنيا ما لقيت غير جوزي تتجوزه وابن
امي ما بكفيها اخذته من بيتي وحطته عندها، كمان بدها تلطش جوزي مني. طولي بالك يا طنط ام زكي، طولي بالك، ريحي اعصابك وعدي ارتاحي هون. عدي 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 واحكي لي لشو بقدر ساعدك. انا يعني بحاول شو بقدر ساعدك. شو بدي ساعدك؟ هدول مين كان عم ياكل فينهم؟ هدول ما حدا كان هون ابدا. انا بحب هيك حط على اساس عزيمه وبسلطن يعني بنبسط. تخدي لك تفاحه؟ ما بدي. شو كبيره هي؟ انا هيك ما بيمشي الحال معي. تفاحه يطير برتقان يوقع، انا هيك ما بيمشي الحال معي. طنط امزكي ها بدنا نقعد نتفاهم برواق. تكرم عينك رح اروق كرمالك. شوف يا درويش، انت صرت بغلاوة ابني واكتر كمان. العيلة كلياتا كبة بالبحر بما فيهن ابني عصاية طقي. بس بدي افهم، امك الشوحة كيف لاقت على حالها تنزل على ضرها؟ مظبوط، بايدك حق طنط امزكي. انا نصحت لأم درويش ما تتجوزوا للغليص طيفور، بس شو بدي اعمل؟ ما طلع بايدي شيء. شو عليه؟ بسيطة. إيه انا ما بكون امزكي اذا بخلي هالجواز تم. وامك يا ويلة اذا علقت بايدي تقرا السلام على روحها. وابني هذا عصاية طقي والله ما اكمشه بايدي، لا اسحبه من هون وحطه ببيتي وجوزه وخلي امك تنقع بدريه وتشرب ميتك. لك امي بعدي بقى، خليني اطلع لشوف شو بدها تعمل. يا امي يا امي، هلا اذا حطتك بهالارض وبطحتك نزلت فيك قتل قتل قتل، شو بيطلع بايدك تعمل انت؟ شو بيطلع بايدك؟ بالله بس مو لحق عليها هي، لحق على طيفور ما عرف يوقفها عند حدا بعد. خليني اسمع، خليني اتنصت. روحي روحي انت بعدي بعدي، اتنصت لحالي. انا امي اكيد درويش بلش يقنعها. تعرف درويش انا كل اللي بجنني انه ليش ما صارحني انه بده يتجوز. مظبوط، بهي معك حق. هلا هاي مساله جبن صفيت. هلا شوفي مثلا زكي، جبان زكي، انا عم بحكي لك جبان، بس المعلم طيفور جبان اكثر منه. لكن هاد اجبن من هاد. شبك لك ابني ليش هيك عم تتنقوز؟ عم بتنقوز انا لانه لعبت رياضه امبارح، هيك صار جسمي كله يتنقوز نقوزه. عرفتي شلون؟ سلامتك. الله يسلمك. فكان لازم يصارحك بهذا الموضوع. شوفي اذا تجوز وحده ثانيه يعني وين المشكله؟ هلا طنط امزكي انت يعني مين اللي خبرك بهذا الشيء؟ فاعل خير، الله يجزي الخير. بس بتعرف لك ابني بيقول المثل، قال لا الحب ولا الحبال ولا رفع الجواب تقضى، يعني عاجلا ام اجلا بدها تنكشف هالجوازه. وانا من بكره الصبح راح اكون له قاعد تله بالشركه. مظبوط، هذا احسن حل. هنيك بالشركه بتمسكيه من تلابيبه. ماشي الحال. سهرانين طنط امزكي؟ خليكي قاعده. لا خليني تاخرت. تاخرت يا امي. مظبوط، الله معك. وبرجع بقول لك يا درويش، انت بكل هالعيله، يا حوينتك بهالعيله يا حوينتك. شو بدي اعمل؟ والله يقدرني اني كافي. شو بدي اعمل يا طنط امزكي؟ عايش بعيله كلها ستوكات بستوكات. الله يعينك، يلا خليني امشي انا. وين بدك تروحي بهالليله وحدك؟ ما بيصير، لازم وصلك على باب بيتك. ما حلوه. لا ما بيصير، شو وين الشهامه؟ شرفي طنط امزكي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا رب. زكي زكي أكيد راحوا. إيه أكيد أكيد راحوا، لأني أنا سمعت طبشة الطاولة وأنا تحت الباب. الله لا يوفقها. مين اللي خبرها تجي لهم؟ جاية وحاطة الشر بين عيونها. شوف الحمد لله على سلامة. الله يسلمك ولا يسلم فيها ولا عظمة إن شاء الله. بتعرفي لو كان شيء واحد منا كانت قتلته على الخالص. ولي ابني درويش وينه؟ إيه لا تخافي لانه اكيد راح معها، هيك سمعتهم وانا بالملجا تحت. شلون بيروح معها؟ اكيد هلا رح تعمل له مشكله. لا تخافي على درويش، ام زكي بتعزه كثير لدرويش، ولولا درويش ما هداها والله كانت قلبت البيت فوقاني تحتاني. اخ بس لو ما مسكتني بدريه لطلعت لها ورجيتها لام زكي مين هي ام درويش. منيح ما طلعتي لك حماتي، لاني انا سمعت طقطقه اسنانها وانا تحت الكرسي. صحيح ما لقى معلم طيفور. يخرب بيتها هالمره مستقتله، مو شايفه حدا قدامها. هي منيح اللي ما فاتت علينا بشكل مفاجئ. انا بس بدي افهم هالولد من شان شو راح معها؟ مالي خايفه الا تعمل عليه شيء ملعوب بس من شان تقهرني. لا تخافي لا تخافي، ام زكي بتحبه لدرويش وبتدلله كثير. جاز
يمكن رجعت. لا مو معقول. معلم طيفور شو رايك تفتح الباب؟ انت صار دورك. بالله شو انا افتح الباب؟ انا المستهدف الوحيد بهالبيت. روح افتحه انت روح. لا ما حذرت، انا محلي وبعرفه، اذا بدك الحقني. انا حافتح الباب. لا دخيلك مدونه، لا تخليني اترمل وانا باول شبابي. لا تفتحي، لا تفتحي. وانت شو واقف عم تعمل؟ ما تتحرك. شو بدي اعمل؟ وين بدي روح؟ نزلت خبط تحت الطاوله هون. وانت شو حتعملي؟ هلا انت شو بدك فيي؟ انت زين تخبى وانا بدبر حالي. يلا ايه طيب طيب. اطلعوا اطلعوا ما شاء الله حولكم. اطلع انت تقبرني تقبرني. شو رجال اطلع. بعزمك بدوره انا ما في حدا. جارتنا ام ماجد طلعت. منيح اذا ام ماجد خي خي دخلكم. ليك ابن درويش الله يرضى عليك، بدي اياك بكره من الصبح بكير تكون منقوع لطيفور بالشركه. ها حاضر طنط ام زكي، اعتبريني دراعك اليمين انا لك. ميت فله، يلا روح على البيت هلا. تصبح على خير. وانت من اهله. السلام عليكم. شو يعني بكره مالك ناوي تروح على الشركه؟ بدك ام زكي تقضي علي؟ اعوذ بالله، بعيد الشر عنك سلامتك. ايه بكره من الصبح بروح الشغل بلاقيها قعدت لي قفل المكتب عم تستناني. يعني انا ما بعرف شو اللي مخوفك منها. ما تقلع وتخلص منها وتريح بالك، شو ناقصك؟ تقولي خايفه منها انت الثانيه. طالما مالك خايف منها، شو اللي خلاك تتخبى تحت الطاوله وتقطع النفس؟ ما كان لازم تواجهها؟ لا هذا غلط، المراه فاير دمها، وبفوره الدم الواحد لازم يبعد. ما بصير ما بصير يواجه. بهي معك حق، لكن يلا سطح لك شوي ريح بدنك، بركي بتنام. من ايمتى يجيني نوم بعد اللي صار؟ لك شو ما بدك تنام؟ لا نامي انت حبيبتي، انا سهران. مالك نعسان يعني؟ كشيت ماري نعسان، نعسان ميت من نعسي، بس للضرورة احكام يعني. بركدا اجت امي ونحن غفلانين. لك شلون بدها تجي امك ونحن مدقرين باب الصاق؟ شلون؟ مظبوط عم تحكي بدورتي حبيبتي. يعني بدي اسألك سؤال بس لا تزعلي. يعني هلأ إذا صار معي مثل ما صار مع عمي طيفور، شو بدك تعملي؟ شو قصدك؟ يعني هيك كش كش برا وبعيد، كش برا وبعيد. إذا تزوجت عليك وحدة تانية شو بتعملي؟ لك حبيبي أنت اعملها اعملها، تسلم لي. بركي بدي أطفق بسناني أنا. ايه اصبح الحق كله مع امي، لانه كل الحق على امك. لا سيدي ما حذرت، الحق على امك. ايه بس امك هي اللي وقعت ضرة على امي. ايه مزبوط، بس امي بتحبه من زمان لطيفور، وطيفور بحبها لامي، بس اجت امك وخطفته من امي، بقى مين الحق على امي ولا على امك؟ على مين؟ ما بتزعلي؟ لا ما بزعل. على امك الحق. لسه بيلي على امك، لسه بيلي على امك. يلا نام نام. عندك شغل الصبح. نام خلص. نامي انت. نام. ما بدي نام انا. نامي انت. وين بده يروح يعني؟ هي وقفت له. صباح الخير معلم طيفور. صباح الخيرات والنيرات. الحمد لله كثير مروق انا. لك شو قصتك يا؟ صاير كثير ظريف ومزهزه ومن احلى ما يكون. خير ان شاء الله معلم طيفور، شايف لهجتك متحسنه، يعني مغير لسان بلسان، ولا انا غلطان؟ لا ما لك غلطان. لك انت ما بتعرف معزتك عندي لانه ما بتعرفها. لا بعرفها لمعزتي عندك، لكن اطلعوا الناس اللي بتتنكت فيني. وصهري ابو الزيك ما بتحاكي لانه امي ورم منه قويه وبتحميها. لكن لا حبيبي بدك تغير المعامله من اليوم ورايح ولا يمك. انت متاكد من الحكي طيفور؟ لا انا بقول كلمه بوقف عندها وانا قدها. نط لكان ساوي لي فنجان قهوه لحتى اشوفك واتاكد منك. شو علي ساوي لك قهوه وشاي وكاسه مي كمان. غريبه شو صاير له؟ صاير القط بياكل عشاء. ابصر شو في وراه. زكي زكي قوم قوم قوم. خير شوفي شو صار؟ قوم تاخرت على الشغل.
المعلم طيفور راعي الشركة. شو بيعرفني؟ قوم انت، قوم قوم. ايه يلا. لك قوم. لوين؟ عالشغل. ايه قوم يلا قوم. وصلت القهوة، شرب في القهوة. يسلموا هالإيدين يا بطل. الله يرضى عليك يا معلم طيفور. اللي طمني، شو صار معاه؟ معي أنا؟ إيه طبعاً. ما رجعت لعند أم زكي بالليل؟ إيه إيه أنا رجعت، بس أنا مو مستهدف منوب. لك بعرف بعرف. هلأ يعني إن شاء الله هيك تصلحت الأمور، ويعني رجعت الأمور لمجاريها، وراح حدة الغضب زالت. زالت؟ لك أنو زالت؟ لذلك أوعك تروح اليوم على الشركة يا معلم طيفور. خير إن شاء الله. شو في؟ لأنه أم زكي بدها تروح على الشركة، رايحة لهنيك وحاطة هدف جوات عيونها هون، إنه يا بدها تطلع بروحك يا بروحها. قولي عليها شو قوية، ما كنت مفكرها هيك أنا. على كلين درويش إلك ولا للذيب؟ خس هالذيب معلم طيفور أمور. شوف أبو الدرويش، أنت الوحيد اللي بتحسن تصلح الأمور وتفوت بيناتنا وتقنعها. أنا بعترف أني أنا غلطت، بس شو بدي أعمل؟ صار اللي صار. لا يا طيفور لا، هلأ جوازتك من أم درويش صارت غلطة؟ أنا بورجيك يا عم درويش. اسكت لك، استرنا خلاص. اسكت أنت، ساوي اللي مطلوب منك فقط. اللي مطلوب مني؟ ايه. خش بالموضوع مباشرة، أنا اللف والدوران ما بحبه. رح أخش. خش لشو؟ بس أنت افهم علي منيح. ايه Thank you.